بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السيد الوزير، السيدة كاتبة الدولة، السيد رئيس الجهة، السيد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين سي عز الدين، السيدات والسادة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والصفات وكل بمقامه، وأخص بالذكر رؤساء وممثلي هيئات المهندسين المعماريين في الدول المغاربية، مرحبا بكم. أولا أريد أن أشكر بطبيعة الحال دائما الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، ديما كيعيطوا عليا، دائما يدعونني للحضور معهم، ودائما أنا مسرور بالحضور معكم، بالمشاركة معكم منذ سنة في اليوم الوطني للمهندس المعماري، وأيضا في مناسبات أخرى، وفي المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي تشرفت بالحضور فيها لإعطاء الشهادات، هيك شهادة التخرج للخريجين الجدد لمرتين متتاليتين. لا شك أن المهندس المعماري كما سمعنا عنده دور كبير، ولهذا الدور والاهتمام الدولة به رأينا جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه منذ 33 سنة يعطي انطلاقة اليوم الوطني للمهندس المعماري، ويوجه رسالة مهمة تسطر أهمية هذه المهنة وأخلاقيات هذه المهنة وآفاق المهنة. ورأينا منذ قليل رسالة جلالة الملك محمد السادس سنة 2006 التي تربط بين شيئين مهمين في هذه المهنة، وهي دور المهنة في العصرنة ودور المهنة في نفس الوقت في الحفاظ على التراث الوطني. فهذا شيء مهم أن المهندس المعماري من بين المهن التي تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتجمع بين التشبث بالأسس الحضارية للمجتمع والمقومات الحضارية للمجتمع والمعمار في المجتمع، وفي نفس الوقت تنفتح على العالم وتنفتح على المستقبل وتطور المعمار بما ينسجم مع آخر المعايير الجودة، آخر معايير الجودة والاستدامة، لا ديورابيليتي والاستدامة، وهذا شيء مهم جدا. وفي نفس الوقت تساهم كما رأينا في شعار اليوم في العدالة المجالية بمحاولة رفع مستوى العالم القروي معماريا ليلتحق بالعالم بالمجال الحضري بما يحافظ على خصوصيات طبيعة الحال البادية والمجال القروي. إذن هناك عدد من التحديات، هذه كلها تحديات، الربط بين هذه الأمور كلها تحديات، سون دي ديفي، كلها تحديات يمكن للمهندس المعماري أن يساهم في مواجهتها وفي حلها بتعاون مع المهن الأخرى. أنا لا أقول الطبيب أهم من المهندس، ولكن لا أقول بأن المهندس أهم من الطبيب، كل عنده مجاله، وفي الحقيقة على الأرض خص الجميع أن يتعاون، الجميع أن يتعاون، كما أن الهندسة تهم المهندسة المعمارية، تهم شرائح واسعة، كذلك السياسة الصحية، ليس هناك فقط علاج الشخص، هناك السياسة الصحية التي تؤثر على الآلاف، على عشرة الآلاف، على مئات، وربما على الملايين، قرار واحد صحي يمكن يؤثر على الملايين. فلذلك لا بد من أن نستحضر أهمية التداخل والتعاون بين مختلف المتدخلين والمختصين. وأشكر بطبيعة الحال السيد الوزير والوزارة المعنية والسيدة كاتبة الدولة على الجهود التي يبذلونها، ونحن نحاول ما أمكن أن نتابع جميع الملفات بما في هذا الملف هذا بأعلى ما نستطيع من الجاهزية
ومن الحضور. وبطبيعة الحال نحن مستعدين للتجاوب مع المشاكل التي طرحها السيد الرئيس سي عز الدين نكموش. مع تلك المشاكل احنا مستعدين، احنا عارفين بان بلادنا فيها اشكالات، عارفين بعدنا نقائص، عارفين بان الاداره حتى هي فيها نقائص، ولكن تاكدوا بان عندنا الاراده القويه لمحاوله معالجه هذه المشاكل. طبيعه الحال الكمال لله، لو بارفي نيكزيست با، الكمال لله، لكن نديروا ليد فليد ونحاولوا نحلوا هذه المشاكل، هذه نحاولوا نحلوها، ونحن مستعدون للتعاون ان شاء الله باش نواجه هذه المشاكل. اذا هناك الشراكه وتقاسم الادوار، العمل على تحسين حياه المواطنات والمواطنين، هذا دوركم ودورنا معكم. احييكم لهذا الاهتمام بالبعد القروي، نقولوا بمعنى اخر البعد الجهوي. اليوم هناك الجهويه المتقدمه، لا ريجيوناليزاسيون افونسي، هناك اهتمام بهذه الجهويه المتقدمه، هي التي يمكن ان تعطي لعدد من المناطق التي لم تستفد حقيقه من ثمار النمو لاسباب جغرافيه تاريخيه او تاريخيه او غيرها او حتى سياسيه. اليوم الجهويه المتقدمه هي فرصة لتعطي لهذه المناطق والجهات، وخصوصا العالم القروي، للجبال، مناطق الجبلية حتى هي عنده خصوصيات، لإعطائها ما تستحق من اهتمام لتجاوز النقص والقصور الموجود هناك في مجال التنمية. أريد أيضا أن أشير إلى نقطة مهمة، وهو أنه بدأنا هذه السنة تطبيق القانون الخاص بالتغطية الصحية للمهن الحرة، وأنتم من هذه المهن الحرة. أنا أريد كما قلت للسيد الوزير منذ بضعة أيام، وكما قلت للسيد الرئيس منذ قليل، أنا أريدكم أنتم أن تكونوا دي بيوني دي ليدر، يعني قائدين في هذا المجال ديال التغطية. حاولوا ديروا المشاورات، ديروا واحد الجرأة، لأن المقرر أن في 2019 إن شاء الله عدد من المهن الحرة المهيكلة اللي عندها هيئة يعني منظمة قانونيا وممثلة، هادو خصهم يدخلوا في 2019، لأن المشاورات معهم سهلة، لأن كاين هيئة واحدة. هناك مهن حرة أخرى ما عندهاش هيئة قانونية واحدة ممثلة، عندها عدد من الجمعيات ومن مؤسسات ومن هيئات متعددة، هذوك فيه شوية الصعوبة، لكن أنتم ليس هناك صعوبة. فلذلك أنا أحث الوزارة المعنية وبالتنسيق بطبيعة الحال مع الوزارات الأخرى، وزارة الشغل، وزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، بتسريع بالخطوات وبدء المشاورات باش تدخلوا مباشرة في هذه التغطية الصحية، ومهمة جدا، لأن فيها التغطية الصحية كوفيرتون ميديكال، وفيها التقاعد لا روتات، وهذا شيء مهم، والجميع غادي يحتاج لهذا التقاعد في المستقبل. غير معقول واحد كيخدم كمهندس معماري 30 40 سنة 45 سنة وما يلقاش طريقة باش يرتاح نهائيا، إلا ما قدش باقي يخدم كيلقى راسو إما هو خصو يدير ليزيكونومي ديالو، وإلا بينه وبين الحائط، لا من دابا خصك تكون. فلذلك أي شهر راه ربح بالنسبة للتقاعد بالنسبة لكم، أي شهر كتربحوه دابا هو ربح بالنسبة للتقاعد في المستقبل. فلذلك أنا أحثكم وأحث الجهات المعنية باش تبدا المشاورات في هذا الملف المهم جدا، ونحن حريصون على إنجاحه، وهو غادي يوسع لنا التغطية الصحية. اليوم حنا في تقريبا ما يقرب من 60% تقريبا من المواطنين عندهم التغطية الصحية، تقريبا ثلث من المشغلين، الناس اللي خدامين في المعامل إلى آخره، والموظفين هذا تقريبا ثلث، تقريبا أبو وثلث آخر هو اللي عندهم لو ريجيم داسيستونس ميديكال غامض، هما الناس الطبقات الفقيرة والهشة، هذا الثلث الثاني. بقى الثلث هي المهن الحرة
والمستقلين غير الأجراء وغيرهم، هادو خصهم يدخلوا تدريجيا وغادي نوصلوا بسهولة في بضع سنوات إلى 90% من التغطية الصحية. وهذا هي محاربة الفقر الحقيقية. محاربة الفقر لا تكون بالعطاء بالمال، يمكن نعطيه ما كاين مشكل، برامج كثيرة الآن كاينة في دعم الفئات الفقيرة والهشة، ولكن هذا الشيء ليس هو الذي سيحارب حقيقة الفقر، ولكن التغطية الصحية. لأن اليوم الأسر والمهنيين كيخلصوا من عندهم هما التطبيب ديالهم، نفقات الصحية ما عندهم، التغطية الصحية غيتخفف عليهم هاد استنفردوا لوخ كمتين اللي غيتخفوا هاد اسمه، خصوصا وخصوصا اللي غادي يجي شي مرض مزمن لا قدر الله، ولكن الحياة هي هذه كمتيني، كل واحد يكون عنده مرض مزمن، ديابيت، هايبرتونسيون ارتيريال اللي هي كرونيك، بعض الاحيان ما بغيتش نشير امراض خطيره كتجي للناس، ما يمكنش الانسان يواجه بوحده المصاريف ديال هذا الشيء، ولكن التغطيه الصحيه لاسيرونس مالادي غوروتار، التامين الاجباري على المرض، هو الذي سيمكن عن طريق التضامن بين جميع المنخرطين، هذا سيمكن من ان نخفف على الجميع تكلفه هذه الامراض. فلذلك ان شاء الله هذا سيكون غادي ينقص شويه هذيك المشاكل الاخرى اللي غايتولي مينيميزا هذوك لي زوت بروبليم، لامباكت ديالهم فادي مينيا سا فو با دير اون با لا فولونتي دو لي ريزولد، كنتيني فو با مو كومبروندر، انا اتمنى ان لا افهم خطا، نشتغل ايضا على الامور الاخرى. اشكر مره اخرى سي عز الدين، كنشكرو جزيل الشكر، وتأكد بأن احترام كبير لكم ولمهنتكم، وعندنا حرص على حل التحديات والإشكالات التي تواجهها المهنة في تعاون مع الهيئة ومع الوزارة الوصية، وأشكر السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة، وإن شاء الله لنا مواعيد أخرى نلتقي فيها لمناقشة هذه الأمور. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.